الأنثى بمجرد أن تبدأ تستشعر أنك لم تعد سند لها ومعين لها عاطفيا قبل ماديا، وغير مهتم فيها جدا بالطريقة التي هي تعتبرها أنها اهتمام، وتبدأ تلاحظ عليك أنك تحولت من الشخص المعين المساعد الداعم إلى شخص تقريبا معيق في كثير من الجوانب أو مهمل في جوانب أخرى، هذا الشيء يقتل في همة الأنثى تماما. فتبدأ هي في المقابل تستخدم كرتها الثمين جدا، ألا وهو أنها هي ما تحتاجك بقدر أنت ما تحتاجها، وتبدأ تنسحب هي عاطفيا وتدريجيا من هذه العلاقة. طبعا الأنثى إذا وصلت مرحلة أنها تنسحب عاطفيا، وأنت تتكلم عن شخص عاطفي جدا، معناتها أنه أنت كارثي أيها الذكر. الأنثى ما تبدأ تبتعد عنك بسبب أنه أنت مرة كارثي، لأن هي عاطفية، هي تهتم بالعواطف والعلاقات كثير، فصدقني هي تتمسك فيك أكثر مما أنت تتمسك فيها. ولكن بمجرد أنها توصل مرحلة خلاص تبدأ تنسحب من هذه العلاقة، معناته اللي أنت قاعد تسويه كارثي، أنت بعيد عنها كل البعد عاطفيا أولا، وأي دعم مادي أو معنوي أو أي دعم من الأنواع. صلوا على النبي.